ايوب 15. فجاوب اللي فاز التيماني يكونش الحكيم بيجاوب على معرفه فاضيه ويملى بطنه بريح الشرق، فيجادل بكلمه ما تفتش وبكلام ما ينفعش. اما انت فبتبطل مخافه الله وتناقض عبادته، لان بقك بينشر خطيتك وبتختار لسان المحتلين. بقك بيطلعك مذنب مش انا، وشفايفك بتشهد عليك. تكونش اول انسان اتولد وقبل التلال ابتديت، فقعدت الله تسمع ولا وقفت الحكم عليك بس؟ ايه اللي بتعرفه وما نعرفوش احنا؟ وايه اللي بتفهمه وما هواش عندنا؟ عندنا الشيخ والاشيب اكبر في السن من ابوك، قليل عندك تعزيات الله والكلام وياك بالليل؟ ليه قلبك بياخدك وليه عينك بتلمع لك ما ترد على الله وتخرج من بقك كلام؟ مين هو الانسان لك لما يبقى طاهر، ولا خلفة الست لك لما يبقى صالح؟ اهو الانسين بتوع ما بيأمنهمش، والسماء مش طاهرة في عينيه. فبالاولى مكروه وبايظ الانسان اللي بيشرب الخطية زي المية. ابين لك، اسمعني فاتكلم باللي شفته. اللي بلغ بيه حكم عن ابهاتهم فما كتموهوش، اللي ليهم لوحدهم اتعطت الارض وما عداش وسطهم غريب. الشرير يتلوى كل ايامه وكل عدد السنين اللي معدودة للظالم. صوت حاجات مرعبة في ودانه في ساعة سلام يجيه اللي بيخرب. ما عندهوش امل يرجع من الظلمة وهو بيراقب السيف، تايه هو عشان خاطر العيش مكان ما يلاقيه، ويعرف ان يوم الظلمة متجهز بين ايديه. يخوفه الضرر والضيق، يجبره عليه زي ملك مستعد للمعركة، لانه مدد ضد الله ايده وعلى اللي يقدر على كل حاجة جبر. يجريله برقبة جامدة بتروس تخينة، لانه غطى وشه بالسمنة وربى شحم على وسطه، فيسكن مدن خربانة بيوت مش مسكونة على وشك تبقى اكوام حجارة. ما يستغناش وما تثبتش الثروة بتاعته، وما تتمدش في الارض املاكه، ما تروحش عنده الضلمة اغصانه تنشفها النار وبنفخ بقه يزول. ما ياخدش امام الوحش يتوه، لان الوحش يبقى الاجرة بتاعته قبل يومه يموت والزعب بتاعه ما يخدرش. يوقع زي شجرة العنب ثماره اللي ما استويتش، ويبعثر زي الزيتون الزهر بتاعه، لان جماعة الفجار ما تخلفش، والنار تاكل خيام الرشوة حبل شقة وخلف خطية وبطنه جهزت غش.